مصطفى، صباحك خير. صباح الخير من جديد لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما هذه التحايا الصباحية مع نقل الحياة الصباحية في مختلف مساحاتنا السودانية. التحايا لكل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد، ودائما من خلال الصباح هي تحية صباحية لأصحاب السعي الصباحي في أرزاق. الأشياء ومهما عظمت أو صغرت تبقى لها قيمة وذكرى ومواقف خاصة، تلك التي ترتبط بمعاش الناس وحركتهم، فتكون ذكراها عصية على النسيان، وسيرتها تمشي بين الناس تكبر وتنمو كالقرص الطيب، فالذاكرة الوقادة تبقى المساحة فيها حاضرة وبسعة للذكريات الجميلة. الحاج عبد الله السجان، رحلة من الكفاح والجد والاجتهاد، وحكاية امتدت ل35 عاما مع عربة التاكسي، والتي بادلته ود بود ووفاء بوفاء، فطوال سنين هذه لم يبدلها ولم يغيرها، على الرغم من الفارهات من السيارات التي تطوي المسافات كطي السجل ما بين غمضة عين وانتباهتها. الحمد لله، بدأت شغل التاكسي في سنة 76. أنا ذاك كان يعني العربات التاكسي في القذارف محدودة، وما تزيد عن 30-35 عربية، وكان يعني العربية بتاعت التاكسي بمبلغ 500 جنيه لا تزيد عن ذلك، والاستيك العربية كان بسبعة جنيه ونص، وجالون البنزين ب25 قرش، وجالون الزيت ب75 قرش، وجالون زيت الفرملة ب15 قرش. والناس هنا في القضارف أوفياء بقدر عطاء الرجل، فهم يحفظون له أنه من الجيل الأول لسائقي التاكسي بالمدينة حينما كانت للتاكسي إمبراطورية. ففي تلك الفترة من القرن الماضي كانت عربة التاكسي من أنجع وسائل النقل الخاصة ومظهر من مظاهر الرفاهية، وكانت في القضارف عنوان لرجال نحت عميقا في ذاكرة المدينة وإنسانها لما خلدوه من مواقف وذكريات عطرة. في التاكسي لقيت عمنا عمر علي عمر، كان معنا برضو جارنا في ديما النور، كان عنده عربية تاكسي بيجي 403، وعندنا مبارك هاشم كان عنده بولغا، وعندنا عمنا الطوم العطا كان عنده زفير برضو، وعندنا رجل اسمه عبد الدين عبد الله كان عنده عربيتين كونسول 60. فأنا وكجيت كنت سايق مع عبد الدين ده ذاتي، كنت سايق عربية من عربياته من كونسول 60. ده أول ما بديت الشغل. بعدين عندنا زي ما تقول ولد عبدون الله يرحمه، توفى، كان ساكن حي الناظر، واخد قريب لنا خالتنا وكده، احمد علي، دينا الناس اللي كانوا قدام في التاكسي. بعدين في واحد اسمه عبد الله حسن برضه الله يرحمه، توفى من الناس من درمان. يعني كانوا يعني عدد من الناس القدام موجودين في التاكسي، عبد الجليل حسن حاج علي، دل كلهم كانوا في شغالين، يعني واحد اسمه سمير الله يرحمه توفى، دل كلهم كانوا في يعملوا معنا في التاكسي هو في السبعينات. وبمثل ما يحكى عن جمال ذلك الزمان عند معاصريه بخيره الباسط ورزقه الدفاق وجمال نفوس أهله وإلفتهم، كانت الحياة بسيطة وغير معقدة، فحتى المشاوير بالتاكسي لم تكن تشعر الراكب بمشقة مادية، فقيمة الأجرة كما يقول محدثنا كانت أغرب ما تكون عربونا للصداقة. يعني أنت تشيل مشوار مشوارين وثلاثة في العربية توزعهم من قلة العربات، ما كان في عربات كثيرة، يعني من المشترك ممكن تشيل ثلاثة أربعة مشاوير سوا، تودي الناس القرابة ولا الناس البعاد تمشي بيهم بعدك توزعهم، يعني تودي مثلا حي الجناين أول، حي محمد تودي هناك، بعد ذلك الناس يستنوك في المحطة تنقل، يعني كان القطر جاء الساعة 2 بالليل تنقل للصباح انت، وبعدين تنقل للساعة 10 الصباح في المشاوير، والبيت قال تلقاه بتكفيه، كان لقيت 10 جنيه، كان لقيت 6 جنيه، كان لقيت 5 جنيه، والمشوار كله 25 قرش 35 قرش، خدت لك ريال فيه ل 25 زيادة، خدت لك بالليل يكون ب 5 ريال المشوار مضاعف 50 قرش، والتعريفة كانت 25 قرش، ما كان أكثر من كده. المشاوير داخل السوق ب 15 قرش، ما في اكثر من كذا. وبطبيعه الحال لم تكن المدينه ممتده كامتدادها الحالي، الا انها ورغم ذلك ما زالت تحتفظ بالكثير من معالمها الخالده، على الرغم من محاولات اطفاء عدد من المساحيق التنمويه عليها.
ومن هذه المعالم تاكسي ود السجان الذي يقف شاهدا على حقبة من العصور والأحداث ليحكي عن رحلة العرب الزوفير التي امتدت من الحصحيصة إلى القضائف. يعني بمشي كمب واحد، بمشي مثلا بكشمة هنا جنب الغدنبلية، بمشي الحوري، ثاني آخر ما فيه بالسبعينات قدوم أشرف في سمسم، والمشارة دي كلها كنت بشرف عليها أنا، وبعمل لي زراعة وما هي، قمت الوقت داك يعني قبل ما أشتغل في التاكسي ده كان. من جنب التاكسي هو زي ما وريتك اشتغلت كم سنة مع عبدين له، بعدين عرفت على إنه التاكسي ده شغلته معاي بتليق لأني أنا قاعد في بيتي وقاعد في المدينة قبلي، ما 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 ما, ما بيحوجني عشان أمشي أشتغل في لوري أمشي أسافر وأحمل أولادي وكده. قمت فكرت أخذت عربية ب500 جنيه كونسول 60، اشتغلت بيها زي 5 سنة ولا 6 سنة، قمت بعتها ب700. بعد ما بعتها ب700 قمت مشيت أخذت عربية يعني الزوفير دي ذاتها بمبلغ 850 جنيه من الحصيحيصة، جبتها من هناك سايقة بكوريال. ايه هنا ده عربية جيدة ما شاء الله، ما فيها حاجة، ولليوم ده هي جيدة حسي ما فيها كلام. وللتجوال متعة مستمدة من حكايات الحاد ود السجان، وهو يتأمل بين أطياف الذاكرة مواقف خلدتها مهنة التاكسي لما لها من بعد اجتماعي وتكافلي، خاصة في مدينة كالقضارف ما زالت تحتفظ بطباع أهل الريف. والله لحد حسي مستميرة، في بعض الناس لحد حسي يعني ما خالفوا إنهم يركبوا في عربية من غير عربية دي. يا هو يقول لك يا فلان عند الساعة كده عليك اللي قاعد تمشي البيت تشيل الأولاد توديهم لأهلهم كده مثلا في صوفي في بايو في روينا في هنا، وتجيبهم الساعة كده وبعدين تجيب في الدكان بحسب، ولا وديهم للدكتور وتعالى أنا مشغول ما قادر تمشي توديهم للدكتور وتجيبهم كايون يعني من أهلك يا هو غير أهلك من الجيران من هنا، وتقوم لهم الواجب كله تجيبهم يا هو بعد ما كشفوا بعد ما ناخذ علاجهم بتجيبهم للبيت، بعدك بيجيك في البيت برضه ما بقصر بيجيك حقك بزياده كمان. وعلى الرغم من هذه السنوات الطوال فما زالت العرب الزوفير تجوب طرقات المدينه، والرجل كما هو بمظهره المألوف وجوهره المصون يقدح في رحله الحياه الطويله، يطبع الابتسامه على محياه ويفرق التحايا على الماره والجلوس وهو قانع راضي. فالرجل يروي انه لم يحدد يوما سعرا للمشوار مع أي زبون، ولم يتوقف في توصيله خاصة في حالات الطوارئ. مرة جيت للطردوانة يعني كان الوقت ذاك في محمد ده كان محلات غزيرة ومحلات هناك كان بيزوا الفرد يعني رباطين ضربوه ولقيته في الشارع رفعته وديته مدة بطر وأزعفته وديناه المستشفى، وكان يعني الوقت ذاك في مجلس من المباحث وعيس وكنان رجل في مباشر في المباحث. وقفت في الشارع اللي هو جنب الطرمبة وريته حاصل كده كده وقفت معاي وزعفت الحمد لله. ومرة برضه جاتني مرة قالت إلا مرة في الرابعة قالت تجيب المستشفى التالت، مشينا لقينا لقينا كبس على المرة، وأنا مشيت خطفت دواية سيما ساعتنا ساعة من حي حي زي ما النور الروابع كانت الوقت ذاك الروابع دي جديدة، وجبتها والحمد لله لحقت البيت ولدتها قبلت البيت أنا غضبت يعني. وبعد كل هذه السنوات يظل الحاج عبد الله السجان رمزا لجيل جميل من سائقي التاكسي بمدينة القضارف، الذين مضى أكثرهم كما مضت عربات التاكسي من ذلك الزمن الجميل، ليظل هو شاهد عصر على مرحلة مهمة من تاريخ المدينة ومن تاريخ مهنة بدأت تفقد الكثير من البريد. من اللمعات.